الله ان السنه الجايه الاقيهم ملمومين حوالينا نادي المنصوره. نادي تمام المنصوره يا جماعه مش بتاع محمد بسيوني، محمد نادي المنصوره بتاع محافظه الدقهليه مظبوط. واجوارها. طب تعالى النهارده 10 15 راس مالي قالوا في مكافاه صعود، اللي راحت نفذ فين؟ ثلاثه، واحد دفع 100، واحد دفع 35، واحد دفع 35، تمام، وصلوا الولاد من 4 ل 5، واحنا كمان طلعنا من 4 ل 5، يبقى الولد وصلوا 10. ده رقم بالنسبه للانديه اللي صعدت مريح. فاللي انا عايز اوصله، انا نفسي حد يقول لي منين انا استلمت 1600 جنيه، استلمت نادي بدون بنيه اساسيه، استلمت نادي الوضع خاص. ربنا كرمنا السنه اللي فاتت عن طريق الحاج محمد صلح بقينا له لعيب، السنه دي بعنا لعيب، يبقى احنا عرفنا. النادي انت لسه بيع واحد النهارده، ما هو ده اللي هو ده اللي احنا بعناه. تمام، بكام؟ ب 2 مليون؟ لا ما خلاص بقى، يعني مش هينفع نتكلم. مش هنقرا والله. لما نبيع، ربنا يبارك. لما نبيع للسيراميكا هقول لك. تمام. لا لا سيراميكا ده هقول مع معتز بالطو مع طارق ابو العينين. تمام. فاللي انا عايز اوصله ايه، احنا محتاجين نتكاتف، احنا محتاجين نغير اللغه. انا عايز اقول لحضرتك، لو انا قريت لك الدنيا رايحه فين، احنا بخير. احنا عندنا مشروع في جمصه 18 فدان. دي القريه الاولمبيه صح، هتفرق كتير قوي. انا عايز بس اشكر النائب احمد شرقاوي، اشكر الاول الوزير اشرف صبحي. عايز اقول لحضرتك حاجه، هذا الرجل وقف ده معانا. احنا يعني حظنا اللي موجود معانا دكتور. لا لا لا، احنا كنادي المنصوره كان حظنا كويس شويه قوي يعني، وجايز اكون مثلا فضل من عند ربنا، انا حصل لي الشرف قعدت معاه عدد مرات كافي. تمام، انا خدنا من الوزاره حمام سباحه في جمصه ونروح نواه. النائب احمد شرقاوي جاب تاشيره مبدئيه لملعب 11 ان شاء الله عشان نعمل استاد هناك ان شاء الله. حجم الاستثمارات اللي جايه، ولكن انا عايز اسالك سؤال. ما بيني وبينك مطلوبه، مطلوب الاقي ملعب طيب للمنصوره بدل الاستاد اللي للاسف أنا يعني اللي كانت صورة المؤذيه اللي شفناها. انا قعدت مع 10 مستثمرين، ايه الصوره اللي عنده؟ محمد انت القضيه عندك، انت هتتحل بكره، اخش استثمر ازاي؟ هذه المشكله. طب بلاش كده محمد، انت كل يوم بتشتم، هتحميني ازاي؟ انت النهارده والله العظيم والله ده بس اللي حصل معاك السيد عادل حسنين في السوق، الفرقه هبطت بسبب حل مجلس الاداره. لا ده انا هقول لك مفاجاه، احنا اللي بيتجاوز مفيش 15، اذا بقوا 16 قدم استقالتي. والله العظيم لا يتعدوا 15، واصبحنا بنتفرج عليهم ومشتاقين زي بالظبط البرامج الكبيره هم هيكتبوا ايه بكره. وعندهم شغف، يعني شغف ايه اللي بيحصل في نادي المنصوره، انا اظن انه اكتر ما بيحصل في بيته. ازاي ايه اللي بيحصل في نادي المنصوره؟ المدربين لو رحتوا اشتغلتوا في نادي المنصوره هتبقوا وحشين. من يشتم محمد بسيوني فهو احمد عرابي، اما من يشكر فيه فهو كذا. الموضوع كله مجلس، انا عايز اشكره جميل، جهه اداريه، عندي مدير نادي اسمه الدكتور محمد عبائي، عارف إيه حاجه هايله، قريب حد من اعضاء مجلس الاداره راحوا اشتكوا نرجي، فروحنا رفعنا مذكره للسيد الوزير ان هذا الرجل اول مره في تاريخ نادي المنصوره يجي لنا قامه استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه يرتضي لا ياخد طلعه ابيض. دكتور كشك انت جبته في قطاع الناشئين ده، لسه ده اللي جاي يعني حاجه عظمه يعني. تمام، يرتضي يمسك نادي المنصوره. لوايح ايه؟ ندور على سمعته، ندور على اسمه، ندور على افكاره، ندور على حاجته، شدونا لقدام. احنا محتاجين الجهه الاداريه تفهم يعني ايه نادي شعبي. تمام، احنا فين المشاكل ديت. انا النهارده كنت بلاعب مثلا ماتش ودي، الماتش الودي ده في 2003، جزء منهم مش هيبقى عندي. انا عايز اخلق الامل. انا بدي بس الطفل الانشائيه، يعني انا بصراحه سعيد ان نادي المنصوره يعني اصبح متنفس صريح، وكان لي الشرف ان انا زرت واتغديت معاك شرف ليا ومع عدد من اعضاء مجلس شرف الاداره شرف والانديه. شرف لا الصوره بقت جميله، الصوره بقت جميله. لا ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اللي ما ظهرش كمان، احنا عندنا ملعب تنس، ملعب بدل، ملعب خماسي، ملعب بين 11، ملعب صناعي وملعب نجيله طبيعي، عندنا مطعم، عندنا 3 كافيهات، عندنا الموضوع. عايز اقول لحضرتك في نشاط، انا حضرتك حجم النشاط الاجتماعي بتاع تحفيظ القران وبتاع الماس وبتاع الكلام ده والموسيقى، انت داخل في موضوع جديد علينا، النادي الاجتماعي معاش منصور كره القدم فقط. انا العضويه بتاعتي انا استلمتها ب 5000 جنيه كم. في خلال 5 سنين مجلس فات ما عملوش 200 عضويه. انا في خلال 5 سنين بتوع 3 سنين بتوعي عملت 6000 عضويه. بكام بقى؟ عملتها ب 12. لا عملت الاول جزء ب 5، وحاليا دلوقتي جزء ب 12. انا بعلن اهوت ان احنا هنوقف العضويه ان شاء الله قبل الجمعيه العموميه الجايه، وهتبقى ب 25. والله يا بختك. بس من هنا ده على فكره بس شيء بشيء يذكر، عندي الاسبوع اللي جاي هفتح ملف
نادي استثماري في مدينه طنطا. انا بصراحه مجال الورق استغربت. انا عارف ده نادي ارض ملك للدوله وارض زراعيه، وقال لك منطقه لوجستيه، وقال لك طب منطقه لوجستيه اديني بالثمن بتاع قيمه الارض، هتسلم. لكن خدتها بكام؟ ده انا باخدها عشان احطها في جيبي. أيوة. مش هردها للدوله. فالملف ده مع الزميل اسلام الخياط هفتحه بالكامل الاسبوع الجاي، اشوف ازاي تم تخصيص الارض دي وازاي الدنيا دايره ازاي هنا. ده الاهم من كده حاجه ان احنا بس فاتحين للناس عشان ما حدش يفاجئ بيها مره، عشان اللي عايز يعمل يديله فرصه يعمل. تمام. احنا لغايه قبل الجمعيه العموميه ما زالت مفتوحه ب 12,000 ان شاء الله مع تاريخ الجمعيه العموميه في مذكره ان شاء الله هتكون على مكتب السيد الوزير وهتعتمد في الجمعيه العموميه، والعضويه هتبقى ب 25,000. ده اللي احنا عايزين نوصل له، اللي احنا عايزين نوصل له ان احنا توفير مناخ خصب اصرف على نفسي. النهارده انا 8 مليون جنيه السنه اللي فاتت وكسور. ال 8